مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الاستيطان الإسرائيلي في مباحثات شكري بالأردن. الإخوان على طريق الحظر في أمريكا. الكهرباء تؤكد الدعم للمستحقين. خالد يوسف، تجديد الخطاب الديني ليس مسؤولية الأزهر وحده. وإليكم تفاصيل النشرة. الاستيطان الإسرائيلي في مباحثات شكري بالأردن. فقد التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي في إطار زيارته الحالية لعمان، حيث ناقش الجانبان الإعداد للقمة العربية المقبلة، وأكد أهمية إتاحة الفرصة للقادة العرب لإجراء حوار معمق وشفاف حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك أهمية التركيز على إصلاح آلية العمل العربي المشترك. وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات قرار الكنيسة الأخير بشأن تقنين الاستيطان، بالإضافة إلى الأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن. واتفقت الرؤى على أهمية توحيد الخطاب العربي مع الأطراف الدولية الفاعلة بشأن قضايا المنطقة وتحدياتها. الإخوان على طريق الحظر في أمريكا. فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقشون قرار تنفيذي يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية. وأوضحت الصحيفة أن بعض مستشاري ترامب يرون أن الإخوان فصيل متطرف يسعى طيلة سنوات للتسلل سرا إلى الولايات المتحدة لتعزيز منهجهم المتطرف في تفسير الشريعة، لذا فأنهم يرون القرار فرصة لاتخاذ موقف أخيرا ضد التنظيم. وكشفت الصحيفة بحسب مسؤولين حاليين وسابقين إن اقتراح إعلان الإخوان منظمة إرهابية مقترن بخطة مماثلة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. هذا وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 3 تكفيريين بشمال سيناء وضبط أسلحة وذخائر وثلاث قنابل يدوية، بالإضافة إلى تدمير عربة دفع رباعي ودراجة نارية وحرق 5 عشر تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء والتمركز، مشيرا إلى أن قوات إنفاذ القانون ماضية في تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية. الأغنياء يتحملون. فقد كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن الدولة تضع في أولوياتها محدود الدخل، وإن الأسعار الجديدة التي ستطبق على الكهرباء في يوليو المقبل ستكون عادلة وسيتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من دعم محدود الدخل، موضحا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد عدة مقترحات لزيادة أسعار الكهرباء بدءا من يوليو المقبل لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الدعم سيظل مستمرا للمستحقين من الشعب المصري. تجديد الخطاب الديني ليس مسؤولية الأزهر وحده. هذا ما أكده المخرج الكبير خالد يوسف خلال الندوة الفكرية التي أقيمت بمعرض الكتاب وأدارها الشاعر والكاتب أحمد خالد رئيس تحرير نشرات القاهرة والناس، حيث شدد خالد يوسف على أهمية تجديد حركة الثقافة وتنقيتها من كل الأمراض والآفات، لافتا إلى أن محاربة الإرهاب تتطلب الحديث عن الأمور الشائكة، قائلا لا تطلبوا من علماء الدين تجديد الخطاب الديني، لكن أطرحوا عليهم أسئلة كاشفة تعتبر بمثابة التحدي الحقيقي، ومن خلال إجابتهم الكاشفة نستطيع نجدد الخطاب الديني. إذا كان حد الردة دلوقتي بيستخدم ضدك لأنه إن لنعت هذا الدين بالإرهاب، هل مفروض نصر على إن حد الردة لابد أن يطبق وهو من صحيح الإسلام وهو شرع ربنا والخارج عنه هو منكر لما هو معلوم بالضرورة ويبقى كافر هو كمان ولا إيه؟ دي الأسئلة اللي لازم نسألها للعلماء. إحنا بنتحارب بأنه يقول لك ده انتوا بتجوزوا، ده انتوا عندكم مباح تجوزوا البنات ولو عندها 5 سنين. انا بتواجه من العالم بالكلام ده يا جماعه، انا مسلم وحريص على ديني وبدافع على قد ما بقدر، بس باجي ادافع واقول كلام شبه اللي انا بقوله وافاجئ من احد العلماء يقول لي الاسلام بيبيح زواج الصغيره حتى لو عندها 5 سنين متى تطير، فيقول لي اهو الفتوى بتاع الشيخ بتاعك اهو، فبيهزمونا. فاحنا عايزين نقعدهم ونقول لهم لو سمحتوا اتفضلوا قولوا لنا، اتفضلوا قولوا لنا ايه الموضوع. تنفيذا لاحكام القضاء.
أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين مجلس إدارة النادي الأهلي لمدة عام برئاسة المهندس محمود طاهر. كان خالد عبد العزيز قد ألغى قرار اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تنفيذا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس الأهلي بسبب خطأ في الإجراءات القانونية في الدعوة للانتخابات. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.